غادي يكون هو السابع منذ 2060، السابع ديال الإحصاء اللي كان منذ الاستقلال المغرب في الحقيقة. فكل 10 سنين منذ 2060 كان المغرب تطبيقا للتعليمات ديال صاحب الجلالة وتطبيقا أو انسجاما مع التوصيات ديال هيئة الأمم المتحدة أن يكون للبلاد إحصاء عام للسكان والسكنة كل 10 سنين. فإذا هذا يدينا لسبتمبر 2024، واللي غادي الآن حنا بصدد بداية الانطلاقة في الميدانية ديال الإنجاز ديالو، علما بأننا تنحضروه من هذه سنتين تقريبا. ولكن اللي غادي يكون هاد اللي غادي يكون تتميز به هاد الإحصاء هاد النوبة هو أنه غادي يبقى استمرارا للإحصاءات اللي دازو من ناحية الهدف ديالو، من ناحية ديال المنهجية ديالو اللي هي معروفة عند جميع الدول. ولكن غادي يكون تميز ببعض الخصوصيات اللي هي خصنا نركزوا عليها. فيما يخص الاستمرار هو انه غادي نحاولوا باش يكون هناك بدايه ديال الخرائط اللي تتعطينا واحد النظره، واحد الصوره واضحه دقيقه ديال جميع ما هو موجود حول على التراب الوطني من مساكن، سكان، أنشطة اقتصادية، أنشطة اجتماعية، أنشطة ثقافية، أنشطة تجارية، جميع ما هو موجود على الساحة الوطنية تخصنا تكون عندنا ليه واحد الصورة خرائطية واضحة اللي تتعطينا الإمكانية ديال أننا نحددوا المناطق ديال الإحصاء بواحد الكيفية دقيقة. فهذا العام هذه النوبة هذه غادي تكون عندنا لأول مرة هذه الخريطة موجودة، غادي تكون موجودة واللي غادي تعطي واحد الصورة واضحة ديال جميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية للمغرب. هذا شيء اللي هو أساسي، أي جميع المقاولات اللي تتشتغل وجميع ليزيتابليسمون ديال واخا ما تكونش تشتغل في العين المكان تكون عندها واحد الوجود واحد الوجود في واحد المنطقه الا وغادي تكون هناك الاحصاء ديالها والصوره ديالها موجوده. كذلك كان الانشطه ديالها شنو هي الانشطه ديالها، كذلك الاسواق الا كان مثلا شي سوق كذلك سيكون مسجل، كذلك شكون اللي تيخلط هذاك، شكون اللي تيتسوق من ذاك السوق من خلال المجال الترابي. كذلك اي انشطه ثقافيه، اي انشطه مسجد، اي شيء كان كيكون عندنا واحد الصوره عليه واضحه. وكذلك جميع الأشياء الطبيعية، الأنهار، الوديان، الأشياء، الجروفات إلى آخره. هذا المنظر هذا كامل لاش غادي يكون؟ أولا لما يخص الإحصاء هي أنه يكون هذيك المناطق الإحصائية الديستريكت ديال اللي غادي يخرج لها من بعد الباحث تكون مضبوطة الحدود ديالها بكيفية واضحة باش ما تيكون حتى شي خلط ما بين واحد المنطقة ديال واحد الباحث ومنطقة ديال باحث آخر. ولكن أيضا لأنه غتعطينا واحد الأرضية اقتصادية باش نبداو يكونوا تنديروا واحد الدراسات
الاقتصادية على أساس واحد الأرضية واضحة، ماشي غير أرضية واضحة من ناحية العدد، ولكن مرحلة واضحة من ناحية ديال المجال، وهذا شيء ما سمح. هذه العملية الخرائطية هي العملية اللي نحن الآن بصدد إنجازها، واللي لا من ناحية السكان والسكنة ولا من ناحية ديال الاقتصادية، وهي المرحلة اللي احنا بادينها واللي بدينا تجربة ديالنا فيها باش نحددوا بالضبط شحال غادي يخصنا السكان، شحال يخصنا ديال الباحثين، شحال غادي يخصنا المؤطرين، شحال غادي يخصنا ديال الوسائل ديال النقل الى اخره. غادي يخصنا نديروا واحد التجربه باش نحددوا هذا الشيء على اسس واضحه، وهذه التجربه غادي نبداوها الان في الجهه ديال الرباط سالة، وهي اللي انطلقت الان على اساس في أفريل غادي تنطلق العملية في جميع التراب الوطني إن شاء الله. هذه العملية الأولى هي هذه ديال الخرائط، احنا بدينا فيها. العملية الثانية بطبيعة الحال اللي غادي خصها تكون ما 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 من بعدها هي العملية ديال التكوين ديال الأطر اللي غادي يأطروا العملية ديال الإحصاء من بعد، لا خلال هذه المرحلة ديال الخرائط واللي غادي خصها تطول واحد العام تقريبا، ولا المرحلة اللي غادي تجي من بعد اللي هي ديال بداية الإحصاء ديال السكان والسكنة. هاد التجربة هادي غادي تعط هاد المرحلة هادي دابا ديال الرباط وسلا، ومن بعد غادي تنطلق. من بعد غادي تجي المرحلة التكوين، كذلك المرحلة التكوين هاد الخرائط اللي كنديروا الان، ولا ما سيجي من بعد لا التكوين ولا الاحصاء المباشر ديال السكان والسكنه، كلهم اللي تيتميزوا به هو انه لاول مره غادي يكون كل شيء محمول بانظمه معلوماتيه، ما كاينش الورق، ما بقاش استعمال ديال الورق، كل شيء واحد مع انظمة معلوماتية محمولة من لوحات إلكترونية اللي غتكون بين يد جميع اللي تيعملوا، سواء في الخرائط أو في أثناء التكوين أو أثناء الإحصاء ديال السكان والسكنة والاستمارات مع المواطنين. إذن هاد الرافعة اللي بغينا نقولوا ديال الرافعة المعلوماتية غادي تكون ميزة من الميزات ديال هاد وانسجاما وتطبيقا وامتدادا لما قمنا به في المندوبية السامية للتخطيط من رقمنة شاملة لجميع الإحصاءات البحوث ديالنا الاقتصادية والاجتماعية. إذن هاد العملية هادي غادي تكون عندها هاد الميزة في الخرائط اللي قلنا غادي تجي من بعد الخرائط. كاين المشكل كذلك ديال التكوين، والتكوين كذلك غادي يكون حتى هو تيعتمد على هذه الانظمه المعلوماتيه. علاش؟ لانه هذاك الاحصائي اللي غادي يمشي عند المواطنين باش يشوف معاهم يطرح عليهم اسئله حسب الاستماره اللي غتكون، تيخصو يكون ملم ومكون من ناحيه التكنولوجيا، اي تيمكن له يستعمل ذاك لي تابلت، ذاك اللوائح الالكترونيه اللي غادي يكون في قلب منها جميع ما هو ضروري، ما هو جميع ما هو موجود في الاستماره، وماشي غير ما هو موجود في الاستماره، ولكن كذلك انظمه اللي تتمكن في قلب هذيك اللائحه ان الباحث تيكون الا كان عنده شي خطا الانظمه هذيك تتقول له راه كاين خطا هنا، بحيث تساعده في الانجاز المهمه ديالو. داك لي كويرونس الا كانت حتى شي حاجه انكويرونت تتبان وتتصلح في عين المكان. كذلك التطبيق ديالها او الاستغلال ديالها
المعطيات كلها موضوعه في قلب ذاك، ومن ذاك الاحصاء فاش غادي يكون، لا سواء في الخرائط ولا سواء في الـ في الـ في الـ في, في البحوث مع المواطنين، العمليه تتكون تتمشي مباشره للسيرفر ديال المندوبيه الخدمات يسميوه الخوادم الالكترونيه اللي غادي تجمع داك سي بي سي سيرفر، بانه ما بين العمليه ديال الاحصاء وديال جمع المعلومات وما بين النشر، ما كيبقى حتى يصبح واحد الحاجز قليل جدا، اي انه يمكن للمعطيات ديال الاحصاء يكون في شوتنبير في نفس ما تنتهي العمليه في نفس ما يمكننا نعطيو النتائج. هذا شيء اللي هو مهم. اذا حنايا الان في المرحله التطبيقيه ديال الخرائط، من بعد الخرائط غادي تكون التكوين، والتكوين اختارنا كاش يكون كذلك لانه شيء مهم جدا، لانه خصنا الاحصاء الباحثين اللي غادي يكونوا والمؤطرين يكونوا هاضمين هاد الصيغه الجديده الرقميه ديال العمليه. ولهذا التكوين غادي يكون في جوج ديال المراحل. مرحله اوليه اللي غتكون ا ديستانس، عن بعد، اي عن طريق الاجهزه ديال الاوديو فيزويل ديال السمعي البصري، حول من خلال بعض لي بلاتفورم دو كوميونيكاسيون اللي غادي تجعل الناس اللي هما باغيين يشاركوا كباحثين او كمؤطرين انهم يتبعوا التكوين، ويدوزوا واحد المرحله مرحله بمرحله حتى يكونوا قادرين انهم ينجزوا العمليه بدون مشكل، وما تيتختاروا منهم الا هذوك اللي كان يكونوا نجحوا في هذوك المسلسل كامل. هذه الشيء ديالو عنده جوج ديال الفوائد. الفائده الاولى وهو نكونوا متيقنين ان اللي غادي يقوم بالبحث متحكم من العمليه بشكل واضح، هذا شيء اللي مهم. الثانيه هي انه تيزول داك الهضره ديال راه اختاروا الباحثين من ولد عمو، هذاك راه اختار ولد خاه من 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 الباحثين، هذاك راه حتى ترجع الاحصاء الاختيار ديال الباحث او ديال المؤطر اختيار موضوعي. الجانب الثالث وهذا شيء نعطيه واحد الاهميه كبيره، هي انه هذا التكوين غادي يكون مفتوح للمواطنين، ما غاديش يكون تيشوفوا غير اللي تيتبع وتيتكون. المواطنين كيمكن لهم يفتحوا ويشوفوه. علاش كنت باغي هذا الجانب؟ لان خص المواطنين يكون نتبع، عارف اش غادي يكون، عارف كيف الاشياء غتكون، عارف الاستماره شنو فيها، عارف شنو غادي تطرح له من اسئله. وهذا تيجعل المواطن اذا كان تيعرف تيكون اكثر قدره، اكثر استعداد باش يتقبل هذاك الاحصاء يجي لعنده وياخذ له طرف من الاوقات ديالو. لانه ما نساوش بانه لا الاحصاء فيه، وهذا جانب اخر اللي هو جديد في هذا الاحصاء، فيه جوج ديال الاستمارات. الاستماره الاولى غادي نديروها استماره للجميع، جميع ليميناج، جميع الاسر، جميع الاسر غادي يكون عندهم واحد الاستمارات صغيره باش ما نكثروش على الناس. استماره كبيره شنو فيها؟ سناخذ فيها جميع الاشياء الديموغرافيه اللي هي ضروريه، المقاييس ديال الموت، الحياه ديال الولاده، ديال الاشياء اللي هي اساسيه وتتعطي ضروريه للديموغرافيين ولمعرفه السكان والاوضاع ديالهم والتطور والاحصاء ديال الجوانب الديموغرافيه. ولكن واحد اخر واحد الاستماره اخرى، استماره ثقيله. علاش ثقيله؟ لانه خصها تكون هذيك الاولى قلنا
الأشياء الديمغرافية، وغادي نديرو فيها بعض الأسئلة اللي قليل المعطيات حولها. مثلا هذا شميتو بالعربية المعوقين والإعاقة، الإعاقة اللي ما نتنسلو منها تنسميهاش الإعاقة. لا وحتى ذاك الخاصة شوية طويلة. نهضروا عليها مرة أخرى. على كل حال هذا الجانب الإعاقة مثلا ما كتيرش بزاف، يمكن إلا ما قدرناش الإحصاء ما درناش الاستمارة كاملة على كل شيء يمكن يفلتنا، وكثير شيء لا غادي يفلتنا بالنسبة لبعض المناطق الصغيرة مثلا في الدوار الفلاني ولا في العمالة الفلانية ولا غيره، يمكن يفلت هذاك الإحصاء هذاك. ولهذا خصو يكون في الإحصاء في الاستمارة اللي هي شاملة ديال الجميع. إذن هذه لكل شيء، هذه الاستمارة الثقيلة الكبيرة شنو فيها؟ فيها كيخصنا لابد جميع المعطيات اللي المغرب عنده الغرض بها من أجل التطوير ديال الاقتصاد ديالو، التطوير ديال المجتمع ديالو، البيئة، ولكن كذلك الكليمة، التغيير ديال المجال ديال المناخ، كذلك الميغراسيون، جميع الحركية ديال السكان سواء الداخلية أو خارجية. إذن هذه المعطيات كلها تتجعل بأنه زيد على المعطيات اللي كانت قبل واللي خصها لابد تبقى باش نكونوا تنعرفوا التطور. إذن الإحصاء الاستمارة غتكون كبيرة، هذه الاستمارة الكبيرة كيخصنا نضمنوا أنها ما تكونش على كل شيء باش ماشي نتقلوا الناس كاملة، ولكن تكون على حسب واحد ليشانتيون، على واحد العينة، واحد العينة واللي تكون كبيرة ما يكفي باش ما باش يمكننا نكونوا تنعرفوا كل معطى من المعطيات ديال داك الاستمارة، أننا نلقاوه في أي منطقة صغير كيف ما كانت الصغير ديالها، أي الدوار، الحومة، جميع التقسيمات الإدارية ديال المغرب. إذن هذه الاستمارة الكبيرة غادي تكون مخصصة، غادي نديروها يلا 20% ديال السكان، أي أن هذاك الإحصائي غادي يدير 4 ديال الإحصاءات الصغيرة والخامس غادي يعطيه الإحصاء الكبير للاستمارة الكبيرة. وهذا التقسيم على ديال 20% ديال الإحصاء ديال الاستمارة الكبيرة درنا دراسة معمقة من خلال الإحصائيين اللي عندنا ديال إعينة اللي عندنا واحد الإكسبرتيز واحد الخبرة كبيرة في هذا الميدان في المندوبية السامية للتخطيط، ولكن حرصنا أننا نستعنوا بواحد الخبير أمريكي خاص بهذا الجانب، وجا وخدا المعطيات ديال الإحصاء اللي داز قبل وطبق عليه هاد 20%، وبدينا تنشوفوا واش هذيك 20% تتعطينا إمكانية أننا يكون عندنا جميع الأشياء في جميع المعطيات. إذن هذا الجانب الثاني هو الإحصاء المباشر. من بعد بطبيعة الحال هذا الإحصاء المباشر ديال السكان غادي تجي من بعد النشر ديال المعطيات، التجميع ديالها وتدبيرها إلى آخره، راها موجودة في المعطيات في الأنظمة ديال المعلوماتية اللي عندنا، واللي غادي تمكن أنه مباشرة من بعد ما تتم العملية ديال الإحصاء تتمشي المعطيات لهذاك لو سيرفور ديال المعطى، واللي تتمكن
تمشي لهذاك لو سنتر لو سنتر دو مانجمنت ديال لو سنتر ديال التدبير ديال المعطيات اللي عندنا الان واللي استعملناه في داك العمليه ديال الرقمنه ديال المغرب ديال المندوبيه الساميه للتخطيط، وكذلك تتمكن اننا نستعملوا داك الارضيه ديال التفاعل ما بين جميع المتدخلين داك لا بلاتفورم دو كولابوراتيف اللي غادي تمكن ان هذه العمليه كلها غادي تكون مرقمنه مستعمله جميع المعطيات الجديده في الميدان ديال في الميدان المعلوماتي، واللي غادي تعطينا الدقه والسرعه والصحه ديال المعطيات، والنشر بكيفيه مباشره وبكيفيه، وكما تتعطينا كذلك واحد فاش تتعطينا النجاعه ديال العمليه تتعطينا في نفس الوقت الاقتصاد من ناحيه ديال التكلفه التكلفه الماليه. وهاد العمليه هذه دابا اللي غادي تكون اننا نديروا هاد الاحصاء ان شاء الله الرحمن الرحيم بالمعونه ديال الاطر اللي غادي تشتغل فيه من المندوبيه وخارج المندوبيه، لان عشرات الالاف ديال الباحثين والمؤطرين اللي غادي نحتاجوا انهم كلهم غادي يكون عندهم الامكانيه انهم يساهموا ان نجعل من هذا من هذا من هذا الاحصاء واحد النموذج بالنسبه للمغرب على الصعيد الدولي، انه يكون محمر الوجه ديال المغرب. لهذا خصنا نركزوا على ان هذا الاحصاء غادي يكون متميز بهذا الجانب ديال انه ما غادي تكونش فيه ورقه واحده، كل شيء غادي يكون محمول بانظمه معلوماتيه، وكذلك انه كل هذه العمليات وهذه الانظمه كانت نتاج ديال مواطنين مغاربه فوق المندوبيه الساميه للتخطيط اطر في الاعلاميات وفي الخرائط وفي الاحصاء وفي التدبير ديال المندوبيه، واللي قاموا به بواحد التفاني اللي ما يمكن الا الانسان يعتز به. فهاد العمليه ديال الرقمنه كان طلب منا في واحد الوقت اثناء التحضير ديال الميزانيه، كان مفروض انه يكون منجز من طرف خبره اجنبيه، وكانت مرصود عليه 25 مليون ديال الدرهم باش يتنجز. هذاك الوقيته فاش كانت طرحت هذه القضيه كانت عندي اتصال بالاخوان ديال الانفورماتيك عندنا، ديال قلت لهم واش الضروري نمشيو ولا لا، قال لك اعطينا نشتغلوا 15 يوم راهم تشتغلوا 15 يوم كانوا جاهزين تعبؤوا انا امامكم، وبطلب مني تنطلب منكم اننا كلنا نحييوا هاد الاطر اللي تحمروا الوجه ديال المغرب، واللي هازين اليوم المندوبيه، واللي غادي يعطيو لهاد الاحصاء العام للسكان والسكنه وجه جديد ووجه مشرف ووجه اللي غادي ينفع المغرب في المستقبل اللي ديال التطور ديالو وديال التقدم ديالو. وشكرا لكم على حسن الاستماع.